سمبوسة لمريض السكر وللكيتو دايت. ممكن نستخدم أي نوع بذور أو أي نوع مكسرات مناسب لإلكم. استخدمت أنا 100 جرام مكسرات مشكلة، ضع قليل من بصل البودرة ومن الملح، قليل من ثوم البودرة وكربونات الصودا، معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة خل، ومعلقتين كبار من الماء. نطحنهم. أنا نسيت أحط البيضة، بيضة واحدة يفضل نوضع البيضة من البداية، وهيك نطحنهم جيد. سيح 200 جرام جبنة، جبنة اللي نستخدمها للبيتزا، نوضع بعد ما سيحناها على الميكرويف لمدة دقيقة. نعجن جيد، وعلى ورق الزبدة بنفردها، وأي قالب متاح عنا بنعملها مثل ما انتم شايفين. الحشوة هي اختياري، أنا وضعت فطر وجبن مع توابل بالرف الأوسط 180 درجة مئوية، لازم نراقبها حسب نوع الفرن. في عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي عليه إنه يشترك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.